عندنا مشكلة خطوط النقل ودائما معوقات الحوليات، وإن شاء الله هذه السنة تختلف عن السنة السابقة بعد إكمال حولي أبو مهدي المهندس، إضافة إلى تجهيز ساحات، وإن شاء الله بعد زيارة الأربعين بعد زيارة العاشر من محرم سوف تكون جاهزة للتبليط وتكون لإركاب الزائرين وإيصالهم لأقرب منطقة لمحافظة للحرمين، المنطقة القديمة. عندهم المعوقات ما يخص الكهرباء والماء. نعم. يعني الكهرباء هالسنة إن شاء الله وعدنا وزير الكهرباء أنه يصل ب 1750 في زيارة الأربعينية كما تعلمون، كميات المياه اللي تصل من الأراضي المائية إلى أكثر من 28 بنهر الحسينية الجديد والقديم، وأكثر من 20 متر مربع ايضا هم قضيه النهر بني حسن.